كلمة في القرآن الكريم أثارت جدل كبير جدا، وخصوصا من جانب المشككين في الإسلام، بالرغم من أن الآية اللي بتحتوي الكلمة دي وكمان الكلمة نفسها ليهم شبيه متطابق في التوراة أو العهد القديم. بغض النظر عن اختلاف الألفاظ، يعني نقدر نقول أن العهد القديم والقرآن اتفقوا في معنى الآية دي وكمان في الكلمة نفسها. علشان نوضح إحنا بنتكلم عن إيه، خلونا نشرح الموضوع من البداية. الآية رقم 20 من سورة يوسف بتقول: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الآية هنا بتتكلم عن أن الناس اللي لقت يوسف الصديق في الجب أو البير بعد ما اخواته رموه باعوه الناس كانوا مسافرين وأخدوه معاهم في سفرهم لمصر. وهنا بتيجي الكلمة اللي مسببة كل المشاكل دي، وهي كلمة دراهم. وهنعرف هي ليه مسببة كل المشاكل دي بعد ما نستعرض العدد اللي في العهد القديم واللي بيحمل نفس المعنى. في سفر التكوين أول وأقدم أسفار العهد القديم، الإصحاح 37 العدد 28: واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين 20 من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر. العدد هنا بيقول نفس كلام الآية القرآنية لكن مع تفاصيل أكتر، وبدل دراهم معدودة أصبحت 20 من الفضة. وبالمناسبة الدراهم كانت بتسكن من الفضة، إذن فإحنا نقدر نعتبر أن عدد سفر التكوين والآية القرآنية بيقولوا نفس المعنى تماما. طب فين المشكلة؟ المشكلة إن قصة يوسف طارت ما بين 1555 قبل الميلاد، وده حسب حسابات العهد القديم هو وقت ميلاده، و1445 قبل الميلاد وهو وقت وفاته، لأن كما يقال إن يوسف عاش 110 سنة. الأبحاث التاريخية والأركيولوجية بتقول إن وقتها ما كانش في حاجة اسمها دراهم، والأكتر إن ما كانش في عملات من الأساس. يوسف الصديق عاش وتواجد فترة مصر القديمة، وإنه سابق لفترة وجود سيدنا موسى اللي برضو تواجد فترة مصر القديمة، وبشكل كبير بس مش مؤكد معروف إن هو تواجد فترة الملك رمسيس الثاني. من تواجد يوسف الصديق في مصر بدأت قصة تواجد بنو إسرائيل في مصر. وبالمناسبة فإسرائيل هو نفسه النبي يعقوب، وأبو يوسف الصديق اللي عاش أبنائه وأحفاده زي ما بتقول الحسابات التوراتية 430 سنة في مصر لحد ما ظهر سيدنا موسى وخروجه هو وبني إسرائيل من مصر. طيب سفر التكوين فيه ذكر تاني للعملات أقدم كمان من قصة يوسف الصديق، ودي لما أراد سيدنا إبراهيم الخليل إنه يشتري أرض علشان يدفن فيها زوجته سارة. في أصحاح 23 من سفر التكوين العددين 15 و16: يا سيدي اسمعني، أرض ب400 شيقل فضة ما هي بيني وبينك فادفن ميتك. فسمع إبراهيم لعفرون، ووزن إبراهيم لعفرون الفضة التي ذكرها في مسامع بني حث، 400 شيق الفضة جائزة عند التجار. في العددين هنا زي ما لاحظنا ذكرت كلمة شيقل كعملة، اللي هي ما زالت الشيكل عملة إسرائيل لحد النهاردة. كمان ذكرت كلمة شيقل فضة، يعني برضو الشيقل كان من الفضة زيه زي الدرهم بالظبط. وبالمناسبة فاللي ما يعرفش، فإبراهيم الخليل هو جد يعقوب، أو زي ما قلنا إسرائيل، اللي هو في نفس الوقت أبو يوسف الصديق حسب التوراة أو العهد القديم، وكان قبله في الميلاد بفترة تقدر ب 391 سنة حسب الحساب التاريخي من التوراة. نقطة مهمة بقى حابة أوضحها قبل ما ننهي الجزء ده من الحلقة: أغلب الأنبياء ملهمش أي أثار بقية تدل على الزمان أو المكان اللي عاشوا فيه. الحسابات اللي بنقولها دي كلها توراتية، وكان سبق وشرحنا في حلقات قبل كده ان حساب التواريخ من التوراة ثبت عدم دقته. فقصة يوسف الصديق او ابو الانبياء ابراهيم من المستحيل في الوقت الحالي تحديد الزمان اللي تموا فيها بدقة. طيب ايه بقى قصة النقود او الفلوس زي ما بنسميها من البداية، وايه التغيرات اللي مرت عليها على مدار التاريخ؟ تعالوا نبدأ الحكاية.
البداية زي ما كلنا عارفين كانت من خلال المقايضة، وطبعا أغلبنا عارف يعني إيه مقايضة، لكن خلوني أشرحها لكم بأسلوب بسيط جدا للي ما يعرفهش. المقايضة كانت عبارة عن تبادل السلع، يعني مثلا أنا فلاح بزرع قمح وأنت صياد سمك، فأنا أديلك من القمح بتاعي وأنت تديني من السمك بتاعك. لكن بعد شوية الناس اكتشفت عيبين في الطريقة دي. العيب الأول كان في ان انت تلاقي شخص عنده اللي انت محتاجه ويكون في نفس الوقت محتاج البضاعة اللي عندك. تاني عيب كان متمثل في ان البضائع تتقيم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يتعمل لها قيمة، يعني انا بضاعتي ممكن تكون اغلى من بضاعتك، والعكس صحيح. الكلام ده كله كان في حدود 10,000 سنة قبل الميلاد، وخلونا نشوف الناس وقتها حلت المشكلتين دول ازاي، وخصوصا مع ظهور فكرة الضرائب اللي برضو كانت محتاجة نوع من انواع الحسابات للدخل عشان يتم تطبيقها على كل شخص. تعالوا نبدأ بالمشكلة التانية لان هي الاهم والاصعب، وهي تقييم قيمة كل نوع من البضاعة. بدأ الحل الاول بأول شكل من أشكال الفلوس، والكلام ده كان حوالي من 9,000 سنة قبل الميلاد ل 6,000 سنة قبل الميلاد، وكان الحل متمثل في اختيار سلعة معينة وربط أسعار السلع التانية بيها، بالظبط كده زي ما دلوقتي كل العملات مربوطة بالدولار، وعلو أو انخفاض سعرها بيرتبط بعلاقتها بالدولار. طيب إيه هي السلع اللي الناس اختارتها لربط التقييم بيها؟ تعالوا نشوف. الحقيقة كان في اختيارات كتير جدا، لكن كان أفضلها هو المواشي بشكل عام كمصدر لتقييم باقي السلع. يعني مثلا كانت البقرة بتساوي كذا أردب من القمح، والأردب دي وحدة قياس زي الكيلو وغيرها، أو مثلا البقرة برضو بتساوي كذا سمكة أو كذا بيضة. المهم أصبح من السهل جدا حساب عملية التقييم في السلع، وخصوصا ان السلع كانت وقتها قليلة جدا وسهل حصرها. تاني حاجة كانت فكرة انك تلاقي شخص محتاج بضاعتك وانت محتاج بضاعته في نفس الوقت، ودي اتحلت بطريقة طريفة جدا. انت ممكن تكون محتاج بضاعة من شخص معين، لكن هو مش محتاج بضاعتك في نفس التوقيت، فاخترعوا فكرة الـ IOU او انا مدين لك، ودي كانت عبارة عن سنة حوت بيتكتب عليها او بيرمز عليها اني مدين للشخص الفلاني بالشيء الفلاني، وانت بتاخده مني وقت ما تكون محتاجه، بمعنى ان مش شرط التبادل يتم في نفس اللحظة، وبكده اتحلت المشكلتين. وعلى فكرة بقى في كتير من المجتمعات استمرت فيها المقايضة لحد القرن العشرين، ومثال قريب مننا جدا وموجود في مصر كان المجتمع النوبي داخليا، وركزوا معايا هنا ان انا اقصد داخليا تعامل اهل النوبة مع بعضهم البعض، وده يمكن كان لحد التهجير في الستينات من القرن العشرين، لكن الاكيد برضو ان تعاملاتهم مع العالم الخارجي كانت بتتم بالفلوس عادي جدا، وخصوصا ان كتير منهم هاجر من النوبة مع اوائل القرن العشرين بعد اول مرحلة تهجير، لكن زي ما قلت فضلوا داخليا يتعاملوا بنفس الطريقة لحد اخر تهجير حصل في ستينات القرن العشرين. نرجع ونكمل مع تاريخ الفلوس. لما بدأ الناس في بعض المجتمعات يستخدموا عنصر محدد كعملة، وبدأت بالقواقع، والكلام ده كان على سواحل المحيطين الهادي والهندي، وخصوصا في الصين. الكلام ده على عهدة موقع PBS كان في حوالي 1200 قبل الميلاد، وزي ما قلنا بدأ في الصين وبعدها حصل في بعض الدول الإفريقية اللي على ساحل المحيط. وبرضو في الصين ظهرت بدايات العملة المعدنية، وكانت عبارة عن استخدام البرونز والنحاس كوسيلة للتعاملات التجارية، وده كان حوالي سنة 1000 قبل الميلاد، ولسه مصدرنا من نفس الموقع. سنة 500 قبل الميلاد بدأ ظهور العملة المعدنية، والمرة دي ما كانش في الصين لكن كان في ليبيا في تركيا، وكانت من الفضة. بدأت الأول كقطع من الفضة مش واخدة الشكل المدور، بعد كده بدأت تاخد الشكل الدائري المتعارف عليه، وبدأ الرسم عليها سواء الآلهة أو الإمبراطور. أخذ الإغريق والفرس والمقدونيين الفكرة وبدأوا يطوروها، وبعدهم جت الإمبراطورية الرومانية، وكانت العملات من المعادن النفيسة سواء الذهب
أو الفضة على عكس الصينيين، وكانت العملة فيها قيمتها. يعني إيه؟ يعني العملة وزن الذهب أو الفضة اللي فيها بتساوي قيمتها، عكس دلوقتي طبعا. معلومة طريفة عن الإمبراطورية الرومانية إن كان في أشكال تانية من العملات، بس كان أشهرها حاجة غريبة جدا، كانت الملح. تخيلوا إن الجنود الرومان كانوا بيقبضوا مرتبهم ملح، وملح بالفرنساوي سول، وبالإنجليزي صاد، وبالإيطالي سالي، ومن هنا جت كلمة سالري أو مرتب باللغة الإنجليزية.